طال الاعتذار، فقد خاب قلب مضى في السبات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج مشاهد. الإنسان في هذه الدنيا وأهل الإيمان، الإيمان في قلوبهم أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، وهذه طبيعة ابن آدم. إيمانه في قلبه أحيانا يرتفع فتجده يسرع إلى الصف الأول في الصلاة، تجده لا يترك أذكار الصباح والمساء، تجد لسانه دوما رطبا بذكر الله جل وعلا، يتلذذ بالطاعة، ينفر من كل الذنوب والمعاصي، قلبه خاشع، عينه دامعة، لأن الإيمان مرتفع. وأحيانا يضعف الإيمان وتقل جذوته، وربما انطفأت شمعته. هكذا الإيمان يزيد وينقص. أين فلان الذي كان يسابق المصلين للصفوف الأول؟ أين الذي كان ينتظر الأذان فيؤذن؟ أين فلان الذي كان يقوم قبل الفجر فيصلي ركعات لله جل وعلا؟ أين فلان الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ الآن إيمانه ضعف وقل إيمانه. ماذا نفعل وماذا نصنع؟ اسمع وانظر لهذا المشهد في هذه الحلقة، فلربما ازداد الإيمان مرة أخرى. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أبو بكر بكى الصديق وهو يتذكر هذا الموقف، يقول: كنت جالسا مع النبي لوحدنا، يقول: فجأة قال بيده هكذا وقال: إليك عني، إليك عني. قلت: يا رسول الله، من تكلم؟ من تحدث؟ لا أحد عندنا. قال: تمثلت لي الدنيا فأرادت أن تفتنني، فقلت لها: إليك عني، إليك عني. فقالت: إن نجوت مني فلن ينجو من بعدك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. الدنيا قتلت الكثير من الناس، ترك الصلاة من أجلها، ترك القرآن من أجلها، نسي الذكر من أجل الدنيا، التلفاز والأفلام والمسلسلات والسينمات والمجمعات والمجالس والغيبة والنميمة واللعب، دنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صار الواحد يقرأ القرآن لا يتأثر، الصخر يتصدع، أما قلبه لا يتأثر أبدا. لما؟ ما الذي حدث؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن فيبكي، وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يقول لابن مسعود: اقرأ، فيقرأ عليه القرآن فتذرف عيناه صلى الله عليه وسلم، يبكي وهو يسمع القرآن. أما عمر ابن الخطاب فقرأ آية فسقط وجلس في البيت أياما يبكي، ظنه الزائرون مريضا ولم يكن به مرض، إنما كانت آية دخلت في قلبه وأسقطته على الفراش. إن عذاب ربك لواقع. هذه حطمت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعلت عينه تذرفان، صار طريح الفراش من هذه الآية. قلوب مؤمنة. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. قام عمر بن عبد العزيز يوما يخطب على المنبر، فقرأ في الناس: إذا الشمس كورت. ثم قال: ما بال الشمس؟ وأخذ يقرأ ويقرأ ويقرأ، وإذا به يقول: وإذا الجحيم سعرت.
وإذا الجنة أزلفت، وإذا الجحيم سعرت. أخذ يتكلم بهذه الكلمات ويقرأها، وإذا إذا به يبكي، وبكى الحاضرون كلهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هكذا أهل الإيمان، قلوبهم حية، قلوبهم تتأثر. عثمان بن عفان كان كثير البكاء رضي الله عنه، حتى أنه كان يجلس عند القبر فيبكي. يقولون له: يا أمير المؤمنين، لم تبكي؟ نذكر لك الجنة والنار فلا تبكي، وأذكر لك القبر فتبكي؟ قال: هذه أول منازل الآخرة. شوف القلوب الحية، انظر لأهل الإيمان كيف يتأثرون. قال: هذه أول منازل الآخرة، أول خطوة، فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد على العبد كان ما بعده أشد. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قيام ليل، صيام نهار، قراءة قرآن، ذكر، تسبيح، عبادة، والقلوب خائفة من ربها عز وجل. هكذا أهل الإيمان، خوف ورجاء يسير بهم إلى الله جل وعلا. نحن المشكلة اليوم أنك تجد الواحد يمكن حتى الصلاة يصلي صلاة وخمسة يتركها، ولو تقول له: يا أخي صلاتك، يقول: الله غفور رحيم، إحنا إن شاء الله من أهل الجنة. ما شاء الله عليه، يمكن عينه تتلذذ بالحرام، وبطنه ملئ بالحرام، ولسانه لا ينقطع عن الحرام، ومع هذا الله غفور رحيم. كان سفيان الثوري إذا ذكرت له الآخرة بكى حتى ظهر دم في بوله من شدة البكاء، وكان كلما رؤي يبكي يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ولمن خاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. تريد إيمانك أن يزيد ويرتفع؟ تبي تقوي إيمانك؟ تخيل ذلك اليوم في المحشر، يوم القيامة، والرب عز وجل سيسألك، والكتب تطايرت، والميزان نصب، وبدأ الحساب. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا. النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، انظر إليه تراه الكان ما كان. لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما كان في سر وإعلانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. بكى أبو هريرة رضي الله عنه. من أبو هريرة؟ من أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بكى، متى بكى؟ قبل الموت. قالوا: ما الذي يبكيك؟ رجل مثل أبي هريرة يبكي قبل الموت، ولما؟ قال: بعد السفر، أي بعد الموت ورائي سفر بعيد. قال: وقلة الزاد. قال: وضعف اليقين، وخوف الوقوع من الصراط. ف
في النار. الذين يؤتون ما آتوا، صلاة، صيام، دعاء، ركوع، سجود، صدقات، ومع هذا خوف أن يلقوا الله عز وجل بلا عمل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. غريب، غريب أن من يسهر على الأغاني والطرب ولا يصلي الصلوات واثق وآمن من مكر الله عز وجل، غريب. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول الحسن رضي الله عنه: ليلتان ويومان لم ترى الخلائق مثلها. أعظم ليلتين وأعظم يومين ما هما؟ أما الليلتان يقول: أول ليلة يدخل الميت فيه إلى قبره، أول ليلة في القبر، هذه أول ليلة. إني أبثك من حديثي والحديث له شجون، فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة، القبر أول ليلة، بالله قل لي ما يكون. أعظم ليلة، ليلة ما تعودتها من قبل، والله لو نمت في غير فراشك لتقلبت، كيف بتلك الحفرة. الليلة الثانية يقول الحسن: ليلة صبيحتها يوم القيامة. يا الله، ليلة لا يدري الواحد منا كيف سيشق عنه قبره وماذا سيرى من أهوال ذلك اليوم. أما اليومان قال: يوم يأتي الرب عز وجل فيه للحساب، فلا يعرف العبد هل سيؤخذ إلى الجنة أم إلى النار. اليوم الآخر يوم تتطاير فيه الصحف، فلا يدري العبد أسيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله. هذه قلوب أهل الإيمان لا تدري ماذا سيحصل لها، ولهذا وجلة، خائفة، القلوب ترتعد. رأى النبي يوم من الأيام أصحابه يلهون ويضحكون ويتحدثون، فجاء إليهم قال: أيها الناس، عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. والله لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى الصحابة رؤوسهم وأخذوا يبكون ويخرون للأذقان، ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لأن قلوبهم مؤمنة، ولهذا أي كلمة ترقق القلوب، أي آية تجعل العيون تذرف، أي موقف يذكرهم بالله جل وعلا. قلوب مؤمنة، فتش في قلبك وأنت تسمع القرآن خلف الإمام، وأنت تقرأ في المصحف، بل وأنت تمر بين الأموات في المقبرة. بعض الناس والله الميت يدفن وهو يلهو ويلعب ويضحك. الميت الآن يدفن، جنة أو نار، مشغول الحبيب بالأسهم والبورصة والدنيا. سبحان ربي، أي قلوب هذه. عمر بن عبد العزيز بكى ليلة حتى أبكى عياله وأهله، بكوا لبكائه وسمع الجيران بكاءهم. في الصباح جاءوا إليه فقالوا: يا عمر، يا أمير المؤمنين، أبكيتنا البارحة، ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ قال: مررت على آية في القرآن ما استطعت أن أتجاوزها فأخذت أبكي، لا أدري في أي الفريقين سأكون. أي آية هذه؟ فريق في الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول: ما أدري
هل سأكون في هذا الفريق أم ذاك الفريق؟ حتى قال أحد الصالحين وهو يبكي، قالوا: ما الذي يبكيك؟ قال: أخاف أن يرميني ويقذفني في النار ولا يبالي، أخاف أن أكون مخلوق للنار. ليش الإنسان يخاف؟ نعم يخاف ويرجو رحمة ربه، لكن أهل الذنوب والمعاصي يحتاجون أحيانا إلى من يذكرهم بالله. أي غفلة تلك التي يعيش فيها الناس اليوم؟ لا ترجو لقاء الله. يا أخي المؤذن يؤذن جالس في القهوة، يا أخي الناس تصلي وهو يطالع مباراة، الناس تذكر الله وتقرأ القرآن وهو يلهو بالألعاب بلاي ستيشن وإنترنت، ومع هذا يقول: حنا بخير، حنا الحمد لله من أهل الإيمان. أي قلوب هذه؟ إن الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تريد أن يزيد الإيمان في قلبك يا أخي الحبيب؟ اقرأ القرآن بتدبر، لسانك لا يزال رطبا بذكر الله، احرص على آخر الليل فالرب ينزل والدعوات تستجاب، اجلس بينك وبين نفسك حاسبها على ما مضى، فاليوم عمل ولا حساب، لكن غدا حساب ولا عمل. وهب للثبات بين المقاصد. أحيانا يشعر الإنسان بقسوة في قلبه ونفور من الطاعة، لا يشعر باللذة التي كان يشعر بها من قبل، وهذا طبيعي. الإيمان يزيد وينقص، لكل عامل شرة فترة حماس، ولكل شرة فترة. يفتر الإنسان أحيانا فلا يحس بالحماس الذي كان يشعر به من قبل. لما هذه القسوة؟ تذكر ربما ذنب من الذنوب في الخلوات، تذكر ربما نظرة إلى معصية أفسدت وعكرت عليك إيمانك. كلا بل ران. ما هو الران؟ غشاء على القلب بسبب الذنوب والمعاصي، حتى يصير هناك غشاء يضعف الإيمان ويقل بركة الطاعة ويشعرك بعدم اللذة منها ويقسي القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الصالحون خلواتهم طاعات، أما غيرهم خلواتهم ذنوب ومعاصي. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: دخلت على أبي يوما فوجدته متربعا في غرفته مستقبلا القبلة جالسا يبكي، قلت: يا أبي ما الذي يبكيك؟ قال: يا بني تذكرت القبر وظلمته. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. خلواتهم خوف من الله جل وعلا، هكذا حياتهم. الفضيل بن عياض أحد العباد، أحد الصالحين المعروفين من أهل العبادة، وكان إماما في مسجده، كان له ولد اسمه علي يكنى الفضيل أبا علي. يقول: دخل البيت يوما فوجد ابنه يدور في صحن البيت يبكي، فلما دخل قال له: يا بني ما الذي يبكيك؟ ليش تبكي؟ قال: يا أبي تذكرت النار، كيف الخلاص منها؟ كيف أتخلص منها؟ النار. ثم قال: يا أبي، وأخذ يبكي، قال: يا أبي سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. ثم جلس الفضيل مع ابنه يبكيان ويخرون للأذقان
ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نحن بشر، نعم نخطئ، نعم نذنب، لكن الإيمان كلما ضعف تدارك نفسك. قوي إيمانك بقراءة القرآن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سليمان التيمي أحد الصالحين قام الليل بعد صلاة العشاء، صاحبه كان بجنبه، يقول إذا به يقرأ تبارك الذي بيده الملك. يقول انتظرته ينتهي ليخرج معه، يقول حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يقول فأعادها وأخذ يتدبر، طول يعيد الآية ويتدبر. يقول فخرجت، يقول وقبل الفجر رجعت إلى المسجد فوجدت صاحبي على حاله، نفس الوقفة من بعد العشاء إلى الفجر، يقول ويردد الآية نفسها. أي آية؟ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. يبكي طوال الليل يردد آية واحدة. هكذا الإيمان، إذا أردته أن يرتفع عش مع القرآن، لا تقرأ القرآن هذا، لا تتصفحه هكذا، لا تقرأه كجريدة تريد أن تختمها أو قصة تختمها، لا، اقرأ بقلبك قبل أن تقرأ بلسانك. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ابحث عن صحبة صالحة تقوي إيمانك، فإن بعض الناس والعياذ بالله سبب لهدم الإيمان. كلما أردت أن يقوى إيمانك حبطوك، ثبطوك. كلما أردت أن تحفظ القرآن قالوا لك من صدقك أنت، استانس، شوف معانا أفلام مسلسلات سينمات تترك عنك القرآن. كلما أردت أن تقوم الليل وتصوم النهار وتدعو إلى الله ثبطوك. هؤلاء الناس انفر عنهم كما تفر من الأسد. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعض الناس والعياذ بالله الجلسة معهم تضيع الإيمان. ابحث، ابحث عن الصالحين. كان ابن القيم رحمه الله كلما ضاقت به الدنيا وشعر بالضعف في الهمة يقول جلست مع شيخي ابن تيمية رحمه الله، يقول ما أخرج من عنده إلا وقد ارتفع الإيمان مرة أخرى. من ابن تيمية؟ ابن تيمية رحمه الله سجن مرات كثيرة، وفي سجنه الأخير يقول الذي معه، يقول رأيته يختم القرآن عن ظهره، عن ظهر قلب 81 مرة ختم هذا السجن الأخير. يقول فمرض ويقرأ القرآن، يقول حتى وصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول ما إن قرأ هذه الآية إلا وغمض عينيه وفاضت روحه إلى بارئها. الجلوس مع الصالحين يرفع الإيمان. عليك بالمساجد فيها مواطن الإيمان، أكثر من الصلاة والعبادات يرتفع الإيمان. زيارة القبور ترفع الإيمان، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. من منا فكر يوما أن يزور المقبرة؟ لا لاتباع الجنازة فقط، لا، تبعت الجنازة، خرج الناس، عزوا،
غادروا المقبرة، اجلس اجلس وانظر إلى القبور، انظر إلى الأموات. هذه من أعظم الأمور التي ترفع الإيمان وتزيده في القلوب. اجلس عند حفرة قد جهزت لميت، ربما يكون أنا وربما تكون أنت، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذا أردت أن يرتفع الإيمان ادعوا الله عز وجل، سلوا الله أن يجدد لكم إيمانكم. نلقاكم إن شاء الله في مشهد من المشاهد الأخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الاعتذار فقد خاب قلب مضى في السبات. إلهي عني وهب لي الثبات، أعيني وهب لي الثبات لين المقاصد قبل الفوات. إلهي أعني وهب لي الثبات لين المقاصد قبل الفوات. تلك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. إلهي أعني وهب لي الثبات لين المقاصد قبل